أستاذ محمد درويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم. مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب تنظم هذا اليوم بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وهو في هذا اللقاء الذي هو ندوة دولية ببعد مغاربي، يشاركنا خبير من الجمهورية التونسية، وببعد عربي يشاركنا خبير من مصر الجمهورية المصرية. بهذا البعد المغاربي والعربي في هذا اليوم الوطني للإعاقة يلتقي مجموعة من الخبراء، الأساتذة الباحثين ومكونات مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الإعاقة بأنواعها الحسية والحركية وغيرها، لتدارس الواقع المعيش لهذه الفئة في مجتمع يتطور بسرعة. ننظم هذا اليوم وهذه الندوة لمساءلة السياسات العمومية في هذا المجال، ولدعوتها للوقوف تقييما لما أنجز وما لم ينجز خلال المخطط الخماسي الذي 2017-2021 الذي أشرفت عليه الحكومة السابقة، وسؤال الدور الذي يجب أن يكون للمجتمع المدني خصوصا بعد الواقع الذي عشناه جميعا وطنيا ودوليا بانعكاسات كوفيد 19 التي خلفت انعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا، وهذا سيؤثر مما لا شك فيه على الإنسان بكل أنواعه، ومنه الشخص ذو الإعاقة. مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة الواجب المجتمع تجاههم يعقد من أدوار المدنية والسلطات الحكومية والمنتخبين، لأن لهم من شروط الحياة ما ليس لغيرهم. وقد قلت في كلمتي الافتتاحية خلال هذا اليوم أن ما حصل لنا جميعا في كوفيد جعلني شخصيا أحس وأقول إننا كلنا ذوي احتياجات خاصة، لأن الانعكاسات على المستوى النفسي والاجتماعي والعلاقات المتوترة التي خلقها الجو كوفيد 19 جعلني أحس بأننا جميعا ذو احتياجات خاصة، وعلى القائمين بالسياسات العمومية أن يتوقفوا لتقييم حقيقي وفعلي لما هم بصدده تجاه هذه الفئة. المطلوب وقد اقترحنا في كلمة افتتاحية، وسنصدر توصيات وتقارير في الموضوع بعد نهاية الندوة غدا إن شاء الله. الندوة تنظم يومين، الأربعاء 30 والخميس 31. من أهم ما سندافع عنه هو تخصيص صندوق خاص بالمشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الصندوق يمكن أن يمول بشكل تضامني من نسبة من أوراق السفر عبر الطائرة والباخرة لكل مسافر، كل يعطي قدر من المال 5 دراهم 10 دراهم، على أساس وشرط أن تصرف مداخيل هذا الصندوق في مشاريع مدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة. وستصدر عن الندوة توصيات أخرى في مجال الإعلام والإعاقة، في مجال التربية والإعاقة، في مجال التعليم والشغل والإعاقة، الصحة والإعاقة. كل القضايا ستطرح في محاور خمسة
خلال اليوم وغدا إن شاء الله. معكم الأستاذ عثمان أحمياني، تخصص لسانيات، حاصل على دكتوراه في تركيب لغة الإشارة بالمغرب. طبعا هي رسالة تهتم بالأشخاص فور ذوي الإعاقة، ومن هنا جاء يعني اهتمامي بالأشخاص فور ذوي الإعاقة والاطلاع على قضاياهم. اليوم المؤتمر المخصص لهذا اليوم الوطني للأشخاص فور ذوي الإعاقة جاء بعنوان من المجتمع الدامج إلى من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج أي مسارات. طبعا هو مؤتمر دولي مواطن يعلن يعني تكمن أهميته في كونه يرفع التهميش والحيف الذي يعيشه الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة عامة. والندوة أكيد أنها تطمح إلى تحقيق الوعي الكافي بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء في مجال التربية أو في مجال التربية والتعليم أو في مجال الاندماج الكامل في المجتمع بكل مناحيه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من مناحي الحياة. إذن الندوة الدولية لليوم هي ندوة تسلط الضوء على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ماذا تحقق وما الذي يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.